الزوجة إذا كان عندها حياء تستحي أن تؤذي الزوج الذي أحسن إليها. وكم 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 نرى ونسمع ونشاهد بعض النساء إذا جمعها مجلس عام حتى لو بحضور زوجها تتكلم عنه بما يؤذيه، تتكلم عنه بما يؤذيه أمام الناس، ومن باب إيش؟ تقول من باب المزح، عم بمزح. يعني هل الملكان رقيب وعتيد عاملين الصحيفة اللي عندهم إنه هذا مزح ما بيتسجل، هذا منه مزح بيتسجل؟ الزوجة التي عندها حياء يمنعها حياؤها من أن تخون زوجها. الخيانة ليست فقط بالزنا، بالزنا وبغير ذلك، كأن تأخذ ماله بغير رضاه، كأن تدخل إلى بيته هو من لا يحب أن يدخل بيته، هذه خيانة. ولو كانت امرأة، فوتي فوتي زوجي منه هون، وهي بتعرف انه زوجها لا يرضى ان تدخل هذه المرأة بيته، بيته الذي هو ملكه او هو الذي استأجره. واكثر الناس حقا على الزوجة زوجها، اكثر الناس حقا على الزوجة زوجها. من باب الحق، من باب الإحسان، الأم أولى بالإحسان. مثلا إذا كان المرأة عندها مال خطر ببالها أريد أن أتصدق بهذا المال، أن أعطي هذا المال لإنسان، إلى من أعطي هذا المال؟ أعطيه لأمي أو أعطيه لزوجي؟ الأولى أن تعطيه لأمها، هذا إحسان، الأولى أن تعطيه لأمها. أما بالحق فأولى، فأكثر الناس حقا على الزوجة زوجها. فإن كان عندها حياء تستحي أن تؤذيه بغير حق، لأن المرأة إذا رفعت صوتها بغير حق على زوجها هذا مؤذي، تؤذيه. هذا من أنواع النشوز التي تصيح على زوجها وتخشن له الكلام. كذلك الزوج إن لم يكن عنده حياء يؤذي زوجته. مثلاً يقول لها لما لم تنظف البيت والشرع ما أوجب عليها ذلك، ليس عن استفهام إنما للتعنيف، لما لم تنظف البيت، أنت كذا أنت كذا، الزوج الشرع ما أوجب عليها ذلك، الله ما أوجب على الزوجة أن تنظف البيت. فبدل أن يشكرها على إحسانها إليه، لأن أغلب النساء، وهذا الأمر الظاهر اليوم، هن اللواتي يقمن بخدمة البيت أو يساعدن في خدمة البيت، أغلب النساء هن يحملن خدمة البيت. أغلب النساء اليوم تربية الأطفال هن يقمن بها، وليس واجبا عليهن شرعا، ليس واجبا عليهن شرعا. المرأة الزوجة تستطيع أن تقول لزوجها ولدنا هذا، طفلنا هذا، أنا لا أرضعه إلا بأجرة. هل يجب عليها أن ترضعه شرعا؟ لا. الزوج مسؤول عن تأمين المرضعة لطفله، ليست الزوجة. هذا الحليب ملك لها، هذا الحليب ملك لها. كان زمان يتخذن مرضعات بأجرة
حليمة السعدية أرضعت من؟ أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لزوجها أن يجبرها على إرضاع طفلهما. ثم هو إن لم يكن عنده هذا الحياء الممدوح يؤذيها بالكلام، وبعضهم يتخطى الكلام إلى الضرب بغير حق. فمثل هذا الإنسان آثم واقع في المهلكة. كل واحد منا ينبغي أن ينظر في نفسه وفي أفعاله، ما الذي ينبغي أن أفعله وما الذي ينبغي أن أتركه. راقب تصرفاتك. ليش بدك تراقبها؟ مش مشان فلان ما يحكي عنك أو مشان فلان يمدحك. راقب تصرفاتك لتكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فما كان من فعلك حسنا ثبت عليه وزد في ذلك الفعل الحسن، وما كان قبيحا اتركه.